سامي الجابر تحول إلى بدر رافع. بدر تفضل. شكرا زميلي عبد الله، مستمرين في التغطية الميدانية. يعطيك العافية محمد، ناخذ الميدالية. ألف مبروك محمد. الله يبارك في عمرك. الحمد لله. شارك بهالبطولة. والله الحمد لله، شكرا لله. يعني اليوم فرحة كبيرة، ربي وفقنا اليوم مجال الاحتفال وجاء التتويج. الحمد لله، يعني الكل زي ما انت شايف الكل فرحان وكل مبسوط. الحمد لله. يعني مباريات كثيره لعبتوها في خلال الدوري، الدور الاول والثاني، يعني اكيد في مباراه كانت صعبه على الهلال. والله شوف، يمكن لو تتذكر دائما اقول المباراه الجايه هي اصعب مباراه، المباراه الجايه هي اصعب مباراه. يعني كنا مفكرين وكنا يعني عازمين كل العزم ان نحصل على بطوله الدوري. الحمد لله ربي وفقنا وحصلنا عليها يعني قبل ثلاث جولات. هذه نعمة من رب العالمين، أحمد الله وأشكره. محمد، أكيد مجلس الإدارة له دور كبير في التهيئة النفسية، كلمنا عن هذا الدور. أكيد طبعا، ما في شك، الأمير عبد الرحمن والأمير نواف غنيين عن التعريف، فهم أخوان لجميع اللاعبين وقريبين منا دائم. وما أنسى أيضا دور أعضاء الشرف جميعهم بكل أمانة بدون استثناء، كانوا متواجدين معنا سواء في المعسكر أو يعني حضورهم في المباريات. الحمد لله، يعني ربي وفقنا وكنا يد واحدة، جهاز إداري، جهاز فني، لاعبين، جهاز طبي، كلنا كنا يد واحدة. الحمد لله ربي وفقنا. حلو محمد أنكم تأخذون الدوري بمسمى الجديد. أكيد أكيد والله، أكيد والله، أنت عارف يعني الدوري دائم يعني اللي يجمع نقاط هو اللي يحصل على البطولة، يعني تكون صعبة دائم. الحمد لله ربي وفقنا في هالموسم إن شاء الله، وما أنسى يعني باقي بطولات بعد. بدك يخلص الدوري الحين عشان تاخذ هداف الدوري؟ والله لسه باقي مباراتين يعني قويه، لكن الاهم بكل امانه يعني يمكن قلتها قبل كذا، الاهم وراح يعني اخذنا الدوري ان شاء الله. اذا ربي وفقني بنلعب امام فريقين كبيرين ان شاء الله، ربي يوفقني ويعني يجيني كم هدف. شو الميدالية؟ لا مرة ممتازة. شوف ناخذها معانا والله تستاهلها، والله ما يحتاج. شكرا للخلف.